السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل مع حضراتكم بإعطاء محاضرات مادة التصميم المنطقي. أذكر بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الفليب فلوب والستركتشر الداخلي مالته، وتكلمنا أيضا عن التروث تيبل وكيفية استنتاج التروث تيبل من الدائرة. نكمل وياكم المحاضرة. If the NOR gates of the RS flip flop above اللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة are replaced by coupled AND gate. الآن بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن تشكيل الـ SR flip flop باستخدام الـ NOR gate. الآن لو أردنا نشكل الـ SR flip flop باستخدام الـ NAND gate فليصير الآتي. بالمحاضرة السابقة كانت هنا عندي NOR gate وهنا عندي NOR gate. الآن حسب قانون دي مورجانز الـ NOR gate نستبدلها بـ coupled AND. NOR gate تستبدل ببابلد AND gate، وهنا أيضا هذه النور gate تستبدل ببابلد AND gate. ولو أجينا هذه البابل رجعت بهالاتجاه إلى الأوتبوت، هذه النور gate رجعت بهالاتجاه إلى هذه الأوتبوت، وهذه النور gate رجعت بهالاتجاه إلى هذه الأوتبوت، فهذه الآن تصير NAND، وهذه الآن تصير NAND، هذه تصير Q bar، وهذه تصير Q. هذا يصير R بار وهذا يصير S بار. فإذا تلاحظون اللي سويناه النوت جيت اللي هنا جبناها بهالاتجاه والنوت جيت اللي هنا جبناها بهالاتجاه، هذه صارت ناند وهذه صارت كيو بار، هذه صارت ناند وهذه صارت كيو، هذه صارت R بار وهذه صارت S بار. وعادة طالما الـ R عكس الـ S فالكومبلمنت مالت الـ R هو على حال S والكومبلمنت مالت الـ S واقع على حال هو R. الآن كتروث تيبل كتروث تيبل هذا يسوي ستراكشر، هذا هو الستراكشر او اللوجيك دايجرام الخاص بالاس ار كيو بي فلوب باستخدام الناند جيت. كتروث تيبل التروث تيبل نفس اللي ذكرناه سابقا بالنسبه للاور جيت، بالنسبه للنور جيت اس ار كيو بي فلوب، باستثناء انه الحاله الاولى تستبدل بدل الاخير. بالسابق كانت بال 00 نو تشينج وبال 11 فوربيدن او انهبيتد. هنا صارت عندي بال 00 انهبيتد او امبيجيوس وبال 11 هي لاست ستيت اللي هي نو تشينج. وممكن باستخدام نفس الاسلوب اللي استخدمناه بالمحاضره السابقه نثبت التروث تيبل الخاصه بالناند جيت اس ار اف فلوب. كلوكت ار اس فليب فلوب. الان واحدة من أولى خطوات التحديث اللي أوجدوها للأس آر فليب فلوب إنه بدل ما يعمل في كل الوقت في أي وقت رادوا يحددون فترة يعمل بها الأس آر فليب فلوب، فبدل ما إنه أي تغيير يحدث بالآر والأس مباشرة ينتقل على الأوتبوت حددوا فترات معينة فقط تأثير الآر والأس ينعكس على الأوتبوت، فيما عدا هذا تبقى الأوتبوت محافظة على قيمتها السابقة اللي هي النو تشينج. أوجدوا فالتحويل الآتي بالنسبة للنور جيت، الجزء اللي ضافوه بالنسبه للنور جيت هو هذا الجزء للنور جيت اس ار فليب فلوب. مثل ما تلاحظون بهذا الجزء شو اللي صار عندي؟ هذا هو النور جيت اس ار فليب فلوب السابق، هذا هو النور جيت اس ار فليب فلوب السابق، ضافوا اند جيت هنا واند جيت هنا. وظيفه هذه الاند جيت تدخل لها الار وتدخل لها الكلوك بالس. في حاله لما تكون قيمه الكلوك بالس زيرو، الزيرو راح يجي هنا والزيرو راح يجي هنا. هذا الزيرو من يجي هنا ايا كانت قيمه الار والاس راح تطلع لي زيرو بالاوتبوت هنا وراح تطلع لي زيرو بالاوتبوت هنا، بمعنى تاثير الار والاس ما ينتقل للاوتبوت. حاله الزيرو زيرو بالاس ار فليب فلوب اذا تتذكروها بالنور جيت اللي هي حاله النو تشينج، بمعنى الكيو تبقى محافظه على قيمتها السابقه. فاذا لما تجيني الكلوك بالس قيمتها زيرو ايا كانت قيمه الار والاس، طالما عندي اند جيت هنا واند جيت هنا ايا كانت قيمه الار والاس راح ينتقل لي زيرو هنا وزيرو هنا، وبالنتيجه الكيو تبقى محافظه على قيمتها السابقه والكيو بار محافظه على قيمتها السابقه. لكن اذا اجت الكلوك بالس واحد اللي هي هذه الفتره راح يجيني هنا واحد وراح يجي هنا واحد، هنا راح يجي واحد هنا راح يجي واحد. واحد في ار راح يعطيني بالاوتبوت ار،
واحد في اس راح يعطيني بالاوتبوت اس. فهنا راح يصير عندي ار وهنا راح يصير عندي اس، لان الواحد على الاند جيت ما له اي تاثير، يبقى الاند جيت تعتمد على الانبوت الاخرى. فالار تاثيرها ينتقل للكيو للكيو بار، والاس ينتقل تاثيرها للكيو والكيو بار. فاذا صار هذا الفلوب فلو ما يعمل في اي وقت، وانما فقط بالفتره اللي تكون بها الكلوك بالز قيمتها واحد. في الفتره اللي تكون الكلوك بالز قيمتها صفر ما له تاثير التغير اللي يصير بالار وبالاس. نفس الكلام اللي تكلمناه على النور جيت اس ار فلوب فلو ينطبق على الناند جيت اس ار فلوب فلو، لكن بدل ما استخدم اند جيت نستخدم ناند جيت. فناند جيت هنا، ناند جيت هنا، ايضا هنا في حاله الزيرو هذه راح تصير تاثيرها، يعني تاثيرهم راح يلغى. في حاله الواحد ينتقل تاثير الار وتاثير الاس للكيو والكيو بار. فاذا the clocked RS flip flop consists of a basic NOR flip flop and two AND gates, or a basic NAND gate flip flop and two NAND gates as shown here. مثل ما ذكرناها. The reason for adding these two gates to make the flip flop respond to input level during the occurrence of a clock pulse as in the truth table. إذا الهدف من إضافة هذا التغيير هو لنقل تأثير الـ R والـ S مو بأي وقت، وإنما فقط في حالة حدوث الـ Clock Pulse، يعني لما تكون قيمة الـ Clock Pulse واحد. خلينا نشوف الـ Truth Table. زي ما تشوفون الـ Truth Table هنا، لما الـ Clock Pulse قيمتها زيرو مو مهم قيمة الـ S، مو مهم قيمة الـ R، الـ Q دائما تكون قيمتها ثابتة على القيمة السابقة. لكن لما تكون قيمة الكلوك بالس واحد، الفليب فلوب يعمل بصورته الطبيعية بال 0 0 no change، بال 0 1 0، بال 1 0 1، بال 1 1 forbidden or inhibited. طبعا هذه التروث تيبل خاصة بالنور جيت اس ار فليب فلوب. بالنور جيت اس ار فليب فلوب نفس الكلام يصير، لكن هذه تستبدل بدل هذه. حالة ال 0 0 تكون forbidden وحالة ال 1 1 تكون no change. الآن كشكل للاس ار فليب فلوب مثل ما نشوفه هنا، لاحظوا هذه انضافت للشكل مالت الاس ار فليب فلوب، دلاله على ان الفليب فلوب الاس ار فليب فلوب هو كلوكت اس ار، يعني الاس ار فليب فلوب يعتمد على الكلوك في عمله. الكلوك هنا عملها عمل الانيبل، عمل السويتش. لما تجي واحد يشغل الفليب فلوب، لما تجي صفر تلغي تاثير الفليب فلوب. الآن the characteristic table، راح نجي لمصطلح جديد اللي هو ال characteristic table. The characteristic table of the flip flop summarizes the operation of the flip flop in tabular form. The characteristic equation of the flip flop specifies the value of the next state as a function of the present state and the inputs. إذا المصطلح الجديدين اللي هم الكاركترستيك اكويجن والكاركترستيك تيبل. اعيد، the characteristic table of the flip flop summarized the operation of the flip flop in a tabular form. The characteristic equation of the flip flop specifies the value of the next state as a function of the present state and the inputs. هذه هي الكاركترستيك تيبل. مثل ما تلاحظون الكاركترستيك تيبل تستنتج من التروث تيبل. بالتروث تيبل كان عندي تو انبوتس اس وار، وكان عندي اوتبوت اللي هي النكست ستيت اوتبوت. كانت النكست ستيت اوتبوت بها نو تشنج، بمعنى الكيو الجديده تساوي الكيو القديمه، وبها ريسيت وبها سيت وبها انديترمايند اور فوربيدنستيك. الان راح نجيب البريفيوس ستيت، بريفيوس اوتبوت او البريزنت ستيت اوتبوت تدخل كانبوت مع الاس والار لتحديد النكست ستيت اوتبوت. فاذا الكاركترستيك تيبل ببساطه بالاضافه الى الانبوتس الاساسيه للفليب فلوب نجيب البريزنت ستيت اوتبوت تدخل مع الانبوتس لاعطاء النكست ستيت اور فيوتشر اوتبوت. فبهالحاله طالما صار عندي ثلاثه انبوت
فراح يصير عندي الـTruth Table 8 Inputs 8 حالات وهذه الأوتبوت. فلاحظوا بالـ 00 إذا تتذكرون الـTruth Table اللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة، بالـ 00 اللي هي حالة الـ No Change بمعنى الـ Q الجديدة نفس القديمة، فإذا كانت القديمة 0 الجديدة تكون 0، إذا كانت القديمة 1 الجديدة تكون 1. فلاحظوا بالـ 00 اللي هي هذه الحالة، هذه الحالة لاحظوا الكيو الجديدة نفس الكيو القديمة بدون تغيير. بالـ 00 حالة الـ Not Change الكيو الجديدة نفس الكيو القديمة. بالـ 01 بالـ 01 اللي هي حالة الريست، بالـ 01 اللي هي حالة الريست هذه وهذه، لما الاس والار الاس 0 والار 1 حاله الريست ايا كانت القيمه القديمه للاوتبوت الجديده تكون قيمتها 0. فلاحظوا هنا لما كانت القيمه القديمه 0 الجديده بقت 0، لما القيمه القديمه 1 الجديده صارت 0، بمعنى ايا كانت القيمه القديمه للاوتبوت الجديده بتكون 0. QT بمعنى البريزنت ستيت، QT بلس 1 اللي هي النكست ستيت. الحاله اللي بعدها حالة الـ 01، حالة الـ سوري حالة الـ 10 لما الـ S 1 والـ R 0. بالـ 10 اللي هي حالة الـ setting أيا كانت القيمة السابقة للـ Q القيمة الجديدة تكون 1، فلما القيمة السابقة للـ Q 0 الجديدة صارت 1، ولما القيمة السابقة للـ Q 1 الجديدة بقت 1. فإذا أيا كانت القيمة السابقة للـ Q القيمة الحديثة دائما تكون 1. حالة الـ 11 اللي هي الحالة الأخيرة هنا وهنا اللي هي Indeterminate، لأنه بالحالتين راح تعطيني الـ Q والـ Q bar نفس القيمة، فإذا الـ Majors لي أستخدم. هذه خلاصة الـ Characteristic Table اللي ببساطة تدمج الـ Input مع الـ Outputs القديمة لإعطاء Output جديدة. الآن نجي إلى الـ Characteristic equation. عشان نشتق الكاركترستيك equation، الكاركترستيك equation تشتق من الكاركترستيك table. هذه الداتا تنقل بالكارموك ماب، عندي ثلاثة انبوتس فكارموك ماب او الثمانية، عندي 1 output اللي هي الـ QT بلس 1، فإذا كارموك ماب واحدة حجمها بالثمانية، الانبوتس مالتها الـ QT والS والR. دخلت الداتا، هذا تمثل لي المواقع واللي بالداخل تمثل لي الاوتبوت، هذه دخلتها صفر صفر واحد الانديترمايند تكون اكس دونت كير لانه ما ممكن تحقيقها، اللي بعدها واحد صفر واحد انديترمايند، واحد صفر واحد انديترمايند. الان اوسطها بقوانين كارموف ماب، هذه الاربعه اخذهم سويه بهالاتجاه يلغوا لي الار تبقى عندي اس، وبهالاتجاه يلغوا لي الكيو فيبقى عندي فقط اس. بعدها اخذ هذه مع هذه سويه ايضا، بهذا الاتجاه هي قيمتها كيو، بهذا الاتجاه تلغي لي الاس تبقي لي فقط ار بار، فكيو تي زائد واحد تساوي لنا اس زائدا ار بار كيو. مثل ما تشوفون هذه هي الكاركترستيك اكويجن اوف اس ار فليب فلو. فليب فلوب كيو تي بلس 1 بمعنى النكست ستيت اوتبوت تساوي لنا الاس الحاليه زائدا الكومبلمنت اوف ار في الكيو السابق. مثال فور ذا انبوت ويف فورم ذا كلوك ار اس فليب فلوب شون بيلو درو ذا اوتبوت اوف ذا فليب فلوب. مطلوب رسم الاوتبوت اوف ذا فليب فلوب، طبعا ار اس فليب فلوب. لاحظوا ايش منطيني هنا؟ منطيني الكلوك، منطيني هذه الكلوك الويف فورم مالتها، منطيني قيمه الار ومنطيني قيمه الاس مع الزمن، هذا محور الزمن وهذه القيم، طبعا هذه تمثل لي صفر، هذا يمثل لي واحد، هذه تمثل لي صفر، هذه تمثل لي واحد، هذه تمثل لي محور الصفر، قيمه الصفر وهذا الواحد. هذا الصفر هذا الواحد مع الزمن. المطلوب من عندي هو الرسم اللي بالاخير رسم الكيو. فلاحظ اللي يصير ببساطه بالفتره اللي قيمه الاوتبوت فيها زيرو
في الفترة اللي قيمة الاوتبوت بها زيرو، سوري الكلوك بها زيرو، مو مهم قيمة الار، مو مهم قيمة الاس، الاوتبوت تبقى محافظة على قيمتها السابقة اللي هنا قيمتها السابقة كانت صفر، الانيشال كونديشن نسميها. الان خلال هذه الفترة، خلال هذه الفترة اللي تكون بها قيمة الكلوك واحد، ايا كانت قيمة الار وقيمة الاس تنعكس على الاوتبوت. فخلال هذه الفترة الار قيمتها صفر والاس قيمتها واحد، بالار صفر والاس واحد الاوتبوت تصير واحد، فانتقلت من الزيرو الى الوان. من بعد ما نزلت الكلوك الى الصفر، خلال هذه الفترة ايا كانت قيمة الار والاس ما لها تأثير على الاوتبوت، لان ببساطة الفليب فلوب يبقى محافظ على حالته السابقة نوت تشينج طالما الكلوك زيرو، لانه بدا يشتغل الفليب فلوب. فلاحظوا الار تغيرت من صفر الى واحد، الاس تغيرت من واحد الى صفر، لكن مع ذلك خلال هاي الفترة الاوتبوت يبقى محافظ على قيمته السابقة اللي هي واحد. خلال هاي الفترة يبقى محافظ على قيمته السابقة اللي هي واحد، واذا كانت صفر يبقى محافظ عليها صفر بغض النظر عن التغير اللي يصير بالار والاس. بعدها خلال هذه الفترة الكلوك رجعت قيمتها واحد، فإذا أي تغير بالآر والإكس ينعكس على الأوتبوت. الآر قيمتها واحد، الأس قيمتها صفر، لما الآر واحد الأس صفر الأوتبوت تكون زيرو مثل ما تشوفون اهنا صارت قيمتها زيرو. بعدها خلال نفس الفترة طالما الكلوك بعدها واحد، أي تغير يصير بالآر والإكس ينعكس بالأوتبوت. فلاحظوا الآر صارت خلال هذه الفترة صفر والأس صارت واحد، R صفر S واحد الأوتبوت صارت واحد. بعد هاي الفترة الـ R صارت قيمتها صفر والـ S قيمتها صفر بالزيرو زيرو نوت تشينج، فبقت الحالة السابقة اللي هي واحد، كانت واحد واستمرت واحد. خلال هذه الفترة الـ clock صارت قيمتها صفر، من صارت قيمتها صفر مو مهم قيمة الـ R، مو مهم قيمة الـ S، الأوتبوت يبقى محافظ على قيمته إلى أن ترجع قيمة الـ clock واحد. اخر شيء هنا لما الكلوك صارت قيمتها واحد، الار خلال هاي الفترة قيمتها صفر، الاس خلال هاي الفترة قيمتها صفر بزيرو زيرو نو تشينج، بمعنى الاوتبوت هنا يبقى محافظ على قيمته السابقة اللي هي واحد. بعدها بهذه الفترة طالما صارت الكلوك صفر، مو مهم قيمة الار، مو مهم قيمة الاس، الاوتبوت يبقى محافظ على قيمته السابقة بدون تغيير. فبالنتيجة هذه هي الاوتبوت بدلالة الانبوتس المعطاة، تأخذ جزر جزر مع الزمن، وفي الحال بالوقت اللي تكون بيه الاوتبوت قيمتها الكلوك قيمتها واحد ينعكس تأثير الار والاس. بالاوقات اللي تكون قيمة الاوتبوت بيها الكلوك بيها صفر، ايا كانت قيمة الار والاس وراح يكون لها اي تأثير على الاوتبوت. هذا نأتي إلى نهاية محاضرة اليوم. أذكر بالمحاضرة تكلمنا عن الـ RS Flip Flop تشكيله باستخدام النور جيت، تشكيل الـ RS Flip Flop باستخدام الناند جيت، أيضا تكلمنا عن مصطلح الـ Characteristic Table، مصطلح الـ Characteristic Equation، وشفنا شلون ممكن نستنتج الـ Characteristic Table من الـ Truth Table، ونستنتج الـ Characteristic Equation من الـ Characteristic Table، واخيرا مرينا على مثال للتايمينج دايجرام اوف ار اس فليب فلوب. شكرا جزيلا.